الحديث الثامن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل وبما كان يستفتح؟ قالت كان يكبر عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرا ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا، وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا. الحديث رواه أحمد وأبو داود، صححه الألباني. وهذا الحديث كثير من الناس يسمعه لأول مرة ويقول ما مر علي ولا سمعت به ولا عمري عملت بهذا الحديث، ما عملت به ولا مرة في حياتي. لا، يعني احنا نعرف كلنا، يعني تمر علينا أشياء نسمعها لأول مرة وما عملنا بها ولا مرة. فخلص إذا علمنا هذا سبيل العمل، إذا علمنا هذا سبيل العمل. طيب ما هو الحديث مرة أخرى؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من الليل وبما كان يستفتح. إذن هذا استفتاح من استفتاحات قيام الليل، يعني ليس من استفتاحات الصلوات الخمس، الصلوات النهارية. هذا خاص، أو هذا الاستفتاح من استفتاحات قيام الليل. وحيث أن قيام الليل صلاة طويلة كان يطولها عليه الصلاة والسلام، فكانت استفتاحاتها بعضها طويلة مناسبة لطول القيام. لأن لاحظ الآن كم عشرة في الحديث؟ عشرات. فكان يكبر ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، هذه عشر مرات. إذا انتهى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذه عشر مرات. انتهى، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، عشر مرات. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، عشر مرات. ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشر مرات. اللهم اهدني واللهم اغفر لي واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، عشر مرات. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، عشر مرات. وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب، اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب، اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب. إذن في ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، وفي أعوذ بك من الضيق يوم الحساب، لأن يوم الحساب يجمع الله الأولين والآخرين من الإنس والجن، والجميع يعني حفاة عراة، الشمس فوق رؤوسهم، وليس للإنسان إلا موضع قدميه، وزحام وأسباء، والحر بثلاثة أشياء: ازدحام الناس هذا من أسباب الحر، تقريب وقرب ودنو الشمس كذلك، وتقريب جهنم، وجيء يومئذ بجهنم. فضيق يوم القيامة شأنه خطير، ضيق يوم القيامة عسير. وهذه الرواية اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، طبعا ضيق الدنيا يشمل أشياء كثيرة من الفقر وغيره، ويدخل فيه طبعا ضيق الصدر. ضيق الصدر، في ناس يشعرون بضيق الصدر، يقول
فلعلك تعرف بعض ما يوحى إليك، أو ضائق به صدرك، أو ضائق به صدرك. فالإنسان قد يضيق صدره بقول الآخر، يضيق صدره بأذية الناس، يضيق صدره بأذية الشيطان، يضيق صدره بالأمراض التنفسية. الضيق شنيع، والاستعاذة 10 مرات من ضيق الدنيا ومن ضيق يوم القيامة، 10 مرات. فهذه استعاذة عظيمة. ضيق الدنيا مكارهها وشدائدها التي يضيق لها صدر الإنسان، قد يكون من مرض، قد يكون من دين، قد يكون من ظلم، قد يكون من هم. الثلاثة الذين خلفوا ماذا قال الله عنهم؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم أنفسهم، ما أحد يكلمهم، مقاطعة، ما أحد يكلمهم بكلمة ولا يرد عليهم سلام أبدا. فقال الله وضاقت عليهم أنفسهم وصارت الأرض الواسعة في أعينهم ضيقة من الغم. هذا الضيق شنيع، وأشنع منه ضيق يوم القيامة نعوذ بالله، شدائدها وأحوالها وأهوالها، شدائد أحوالها وأهوالها، وشدة الحساب وشدة الوقوف فيها وضيق المقام بها ونحو ذلك. وقد جاء في بعض الروايات كما عند أبي داود ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. فيوم القيامة يوم عظيم وأهواله شديدة، ذكر الله فيه أنه تبلى السرائر وتشخص فيه الأبصار والقلوب لدى الحناجر، ولا مرد له من الله، ولا بيع فيه، ولا خلال، ولا شفاعة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، هذا يوم لا ينطقون. يوم لا يغني مولى عن مولى. التعوذ من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة أيضا يدفع العبد إلى الأعمال التي تعينه على اتقاء الضيق يوم القيامة، مثل 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مثل أعمال 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لأن الذين يكرمهم ويظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله هؤلاء ليسوا في ضيق يوم القيامة. فالإمام العادل والشاب الذي نشأ في طاعة الله والرجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين، هؤلاء ليسوا في ضيق يوم القيامة. أصحاب الزهروين البقرة وآل عمران تظلل عليهما، تظلل تلاوتهما على صاحبهما، تظلل تلاوتهما على صاحبهما، والعمل بهما ومعرفة معانيهما وتفسيرهما. من أنظر معسرا أظله الله في ظل عرشه. ففي أعمال يكون العبد بمن جاء بها من الضيق يوم القيامة.
من يسر على مسلم، من نفس عن مسلم كربة، من قضى له حاجة، من ستر مسلما ستره الله. فإذا هؤلاء كلهم ليسوا في ضيق يوم القيامة. فالحديث يذكرنا بأن نفعل ما يجنبنا الضيق يوم القيامة، ومن ذلك ما ورد في الحديث من الاستعاذة بالله من ضيق المقام يوم القيامة. والحديث مرة أخرى: اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب 10 مرات. اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب، اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب. والرواية الأخرى: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10 مرات. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة. اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة.